مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد في حلقه جديده من انفاس سبور. اليوم غادي نعودوا بعوده البطوله طبعا وبمجرياتها ومبارياتها، ويحضر معنا في الاستوديو اليوم المحلل الرياضي عبد اللطيف اديب. اهلا بك استاذ اديب. شكرا على الاستضافه في هذه القناه الفاضله. شكرا لك على تلبيه الدعوه وحضورك معنا. مرحبا معنا. مرحبا استاذ اديب. غادي نبداو بمباريات البطوله في الشطر الثاني، شنو قراءتك ليها وكيفاش كتشوفها؟ حنا كنا نمني النفس على ان البطوله في الشطر الثاني غادي تعرف واحد شويه ديال المستوى ديال التقني ديال المقابلات، نشوفوا خاصه ان البطوله وقفت تقريبا الحدود واحد 30 حتى 40 يوم. قلنا ان الفرق غادي تستعد ما فيه الكفايه وغادي انتدابات باش نحاولوا نرفعوا من المستوى ديال البطوله. مع الاسف اللي كنسجلوا اولا باقي نفس المشاكل عند نفس الفرق، منع من انتدابات، الازمه الماليه، مشكل الجماهير، مشكل الملاعب. اللي ضاف لهذا الشيء وغادي يزيد في الطين بالله هو كثره المقابلات. فاحنا 15 يوم كنلعبوا اربعه المقابلات، هادشي ما كاينش في الانجليز، ما كاينش في المانيا، حتى هما كانوا كيوقفوا حتى واحد يعني كل ما عاد الضروره الى ذلك. ولكن حنا دابا كنوقفوا وكنديروا واحد السلسله ديال المقابلات ثلاث السبت الحد الاربعاء، وهذا ارهاق كبير للاعبين، ارهاق كبير للمسيرين، لا من الجانب المادي ولا من جانب حتى التهيئ ديال المدربين. لان كتلقى دابا مدرب راه قالوا بعض المدربين ديكلاراسيون البارح انه كيلعب مقابله في وجده وكيفكر غدا غيكون في اكادير، غادي يكون في طنجه، عندي ما عندوش متسع من الوقت باش يهيئ الفريق ديالو، لا ذهنيا لا بدنيا، حتى الامكانيات الماديه على محدوديتها عند مجموعه ديال الفرق. ما كاينش الجماهير، ما كاينش مداخل كثيره قاره عند الفرق، فهذا كيشكل عائق اخر كذلك على هاد الفرق. وبالتالي كتلقى بعض الفرق اللي عندها استقرار مالي، عندها استقرار تقني، عندها تركيبه بشريه مهمه، هما اللي كيستطيعوا انه يواكبوا هاد البطوله. كنذكروا الجيش، كنذكروا الوداد، كنذكروا الرجاء، كنذكروا بركان، كنذكروا الفتح، اتحاد التوارقه، هادو تقريبا هما اللي كاينين في الاوائل، وما نساوش حتى اولمبيك اسي. دونك هادو هما الفرق اللي عندهم واحد شويه ديال الاستقرار، عندهم شويه ديال الامكانيات اللي قادرين على انه يواكبوا هذا الريتم السريع ديال المقابلات. اللي كان بان ليا الا بقينا غاديين في هذا الريتم راه في الاخر ديال بدايه شهر 4 غادي نساليو البطوله. واش غادي نديرو؟ اشنو غادي نديرو؟ ما فهمتش هاد الناس ديال اللي كيدبروا الشان الكروي في المغرب، اشنو هو الهدف؟ اذا كان الهدف هو اننا نساليو البطوله في الاجل ديالها هو الاخر ديال شهر 5 كجميع البطولات العالميه، راه غادي نكونوا حنا فايتينهم. وبالتالي خصنا نخفوا على هاد الفرق هادي، نعطيهم شويه ديال الوقت، شويه ديال مثلا هذا الاسبوع كاين المقابلات القاريه ديال الوداد وديال بركان، نعطيو الفرق انها تستراح، ترجع الانفاس ديالها، تهيئ الفرق ديالها بدنيا، كثر التنقلات. لان كاين دابا بعض المدربين قال لك حنا مقابلين غير لوطوروت، يعني كتسالي مقابله غدي كترتاح، كتفكر انك يومين عندك مقابله اخرى. وهذا ماشي غير عند 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 اللاعبين وعند الفرق، حتى عند الحكام. حنا الحكام عندنا محدودين، عندنا حكام كانوا في الكان يلا يمكن يبقى ما استنفوش انه العمل ديالهم، كاين واحد عدد ديال الحكام محدود رغم الاخطاء اللي كيديروا باش انك تعاقبهم انك تبادلكم، ما غتلقاش البديل. وبالتالي حتى هما عندهم هذا المشكل ديال التنقلات، ممكن حكم يكون اليوم في وجده، غدا تلقاه بركان، غدا تلقاه في طنجه، غدا تلقاه في الدار البيضاء، توا الصك ديالو كيدور. يعني البرمجه كتمس غير فقط اللاعبين، حتى الحكام كالمسيرين حتى الجماهير، هذه العقليه اللي كتنقل. فلذلك انا اعتقد يجب اعاده النظر، باقي شويه ديال الوقت، باقي عندنا 11 مقابله، اذا درنا 11 مقابله في شهرين انا نقدروا في بدايه شهر 5 نساليوها. وبالتالي انا كنعتقد على ان العصبه الاحترافيه مطالبه على انها تراجع هذا القرار ديالها في هذه الوتيره يعني الكبيره ديال المقابلات والبرمجه، لان ما كتخدمش الفرق، خاصه الفرق اللي ما عندهمش انتدابات، كيعتمدوا غير على اللاعبين ديال الفريق الفئه الثانيه ديالهم، وكاين اعطاب، كاين انذارات، يعني ما كتكونش الفرص متكافئه. ولاحظتوا المقابله ديال وجده والجيش راه كانت اكبر دليل على ذلك. اتمنى انهم يعيدوا النظر في هذا القرار. سي اديب، على ضوء هذه المعطيات اللي عندنا، واش نتوقعوا ان الاستمرار على التنافس على اللقب غادي يبقى حتى اخر الجولات؟ انا اعتقد الاستمرار على اللقب ما غاديش يخرج على الرجاء والجيش بكل سبب، لان المعطيات كتعطي انهم جوج فرق عندهم كل الامكانيات على انهم يمشيو يتنافسوا على هذا اللقب. وغتبقى الوداد والفتح
وبركان اللي غادي يتنافسوا على المقاعد الاخرى ثلاثه والاربعه في البطوله. اللهم اذا كانت مثلا الرجاء ضيعت نقاط، ممكن كل شيء ممكن. الرجاء ضيعت مقابله ديال توارقه البارح، لان المقابله كانت فخ، كان رجاء انهم يربحوا كانهم ينهزموا، لان توارقه كيلعبوا واحد اللعب مع الفرق الكبيره انهم كيسدوا وكيعتمدوا على الهجومات المضاده، كان يربحوا احدى الهجومات انهم كيف الرجاء انها كانت ماركي وتقتل المقابله. ممكن كل شيء ممكن، ولكن على حسب المعطيات اللي كاينه هذا هو التصور اللي عندي، ان التنافس على اللقب غيبقى بين الجيش والرجاء. الحاصل ما بين الجيش والرجاء. واخا استاذ نمشيو للوداد، واش نتوقع اننا غادي نشوفوا واحد الصحوه ديال الفريق وغنشوفوا وداد بوجه اخر، ولا الوداد ديال الشطر الاول اللي هي غتبقى في الشطر الثاني؟ واخا انا في النتيجه مؤخرا انا اعتقد كاع الجماهير الوداديه كانت كتمنى على ان الشطر الثاني من البطوله الوداد غتكون قويه، خاصة أن الناس اللي كانوا كيقولوا الوداد عنده مشاكل، الوداد كاين اللي قال كاع الوداد في الإنعاش، الحمد لله المكتب الموسيقي الحالي دبر المرحلة ديال الانتقالات الشتوية، دار انتقالات شتوية في المستوى، حيدنا المنع وداروا كونسونتراسيون في جديدة، بأن الوداد كانت كنا كنقولوا أن الوداد مستعدة على أن هذا الشطر الثاني ما تضيع حتى شي نقطة، خاصة في المقابلات اللي كتكون في المتناول. فإذا بينا كنضيعوا مقابلة ديال الفتح اللي كانت في المتناول ديالنا، يمكن نضيفوا لها الأخطاء التحكيمية الكبيرة اللي كانت على الوداد في ديك المقابلة. ماشي غير الوداد، راه مجموعة ديال الفرق. دابا حنا كنتكلموا على الوداد، أنت جبتي لي الوداد، حنا نكملوا على الوداد. الوداد مقابلة الفتح كان ظلم تحكيمي، خاصة الهدف الأول ديال ضربة الجزاء أنا كانت واضحة للعموم على أن حركاز تدفع من الدور باش قاص الكرة بيديه، هذا ما كيبرش. انما الوداد كان خصنا نربحوا ديك المقابله، ضيعنا مقابله ديال السوانم على الورق كل شيء كان تيقول الوداد غتنتصر، كانت اخطاء دفاعيه فادحه في ديك المقابله مكنت السوانم على انهم يربحوا الوداد، وحنا ما كنقصوش من القيمه ديال السوانم، ولكن هذيك المقابله كانت في متناول ديال نادي الوداد الرياضي. مقابله ديال بركان يمكن شنا وداد اخرى، شنا ما بقاش اخطاء دفاعيه، الوداديين كانت عندهم رغبه خاصة بعد غضب الجماهير الكبير بعد المقابلة ديال السوالم. نتمنى على أن الوداد تمشي في هذا النهج ديال المقابلة ديال بركان، ويلعبوا كل مقابلة بهاد لاكرينتا وبهاد المسؤولية اللي على عاتقهم من طرف الجماهير ومن طرف القيمة ديال الوداد والتاريخ ديال الوداد. يمكن الوداد أنها ترجع إن شاء الله في هذا، وحنا اللي كيهمنا هو أن نحققوا نتائج إيجابية ونخليوا السبورة تتيب غادا. حنا نلعبوا ونفكروا في المقابلة اللي غنلعبوا ونحاولوا نحققوا نتيجه ايجابيه في اي مقابله غادي نلعبوها، ونلعبوا على اننا كنلعبوا على اللقب، ما نزلوش يدينا ونلعبوا، وحتى المسابقه القاريه نمشيو نلعبوا المقابله ديالنا نحققوا جوج نتائج ديالنا الانتصارات، ونخليو المنافسين تاهما يلعبوا المقابله ديالهم، وفي الاخير نشوفوا الطابلو ديال كاس افريقيا البطاله ولا ديال البطوله يقول الموقع ديال الوداد فين غادي يكون. السي اديب تكلمتي على المنافسات القاريه، شنو هي توقعاتك لحظوظ الفريقين الممثلين للكره المغربيه الوداد البيضاوي ونهضه بركان؟ فيما يخص الوداد انا كيف قلت لك الوداد يحقق نتائج ايجابيه، هذا هو حظنا من هاد المقابلات من هاد المسابقه، نربحوا جوج مقابلات ديالنا وننتظروا واش غادي يدير الفرق المنافسه وخاصه الفريق التنزاني. نتمنى انه ينهزم مع الفريق ديال ساحل العاج في المقابله المقبله عندهم، وديك الساعه كتبقى المقابله الاخيره فاصله، اذا ربحنا حنايا وهما خير ربحوا الوداد كيدوز كي كي حنا ما كناش نتمناو هذا السيناريو، لاننا تحنا يعني في واحد المجموعه اللي كل في الاول كان تيقول على الورق الوداد هو اللي غادي يفوز غادي يتاهل، فاذا الامور تسير عكس ما كنا نتوقع. هذا هو اللي كاين، ان هذا بركان الاهم حقه انه حق ثلاثه انتصارات تعادل، بركان بدون شك غادي يكون في الدور المقبل ديال المسابقه، ويمكن بركان هو متخصص في هذه المقابلات. نتمنى من الفريق المدرب التونسي يعطي اضافه لنا حد جوج مقابلات ولا ما عطى حتى شي حاجه، ونتمنى ان فريق نهضه بركان يمشي في هذه المسابقه الى بعد حد. سي اديب بدل نرجعوا لموضوع البرمجه، المساله ديال البرمجه دابا هو واقع كيقابلوه الفرق ديالنا، من وجهه نظرك كيفاش ممكن يتعاملوا مع هذا المعطى الفرق ديال كره القدم؟ وانا كي قلت لك الفرق مجبرين ماشي مخيرين، ما مجبرين انهم يلعبوا بهذه البرمجه اللي كدير، ما يمكنش ما يلعبوش وما يمكنش ما يلتزموش لانهم منخرطين في العصبه وفي الجامعه. كيفاش ممكن تدبير هذا الامر هذا؟ ما عندهمش فاش يدبروه، راه كيدبروا انهم كي 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 كي
انا اللي خص البرمجه تاخذ بعين الاعتبار، اللي خص يغير هذا الوضع هي العصبه الاحترافيه. يقولوا اننا كيعرفوا هما الوضع وكيعرفوا الضائقه الماليه اللي كيعيشوها الفرق، كيعرفوا الفرق اللي تمنعات من نادي الانتدابات، كيعرفوا الفرق بان مجموعه ديال الملاعب مغلقه ما كاينش مداخيل، اكراهات ماليه كبيره عند المسيرين باش يؤديوا التزامات ديال اللاعبين، اللاعبين مجموعه ديال الفرق اللي عندهم لاعبين ما لقاوش باش يديو حتى الاجر ديال السكن اللي كيسكنوا فيه، خاصه كيكونوا خارج المدن اللي كيلعبوا ليها، عندهم التزامات عائليه ديالهم، عند اللاعب كما بغى يكون الحال غادي يضمن الحقوق ديالو لان عنده عقد كيرطو مع، ولكن هذا كيزيد يغرق الماليه ديال الفرق. ومنين نقولوا حنا كنتمناو على ان السنه المقبله يكونوا الفرق في واحد الوضعيه ماليه مزيانه، غنشوفوا العكس، تزيد الوضعيه ديال مالهم الماليه ديال الفرق انها تكون صعيبه وصعيبه بزاف. فلذلك انا كنقول الكره عند العصبه انها ترجع الى 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 تدبير البرمجه بطريقه على اساس تكون مقابله في كل اسبوع، ولا يدوز زوج اسابيع ويلعبوا مقابله كل اسبوع، ولا دع الضروري يلعبوا الاربع والسبت، وحد يعطيو الفرق شويه ديال المتنفس فين انهم ياخذوا الانفاس ديالهم عاوتاني يديروها، ولا مشاو بهذا الريتم هذا راه شهر خمسه نص شهر خمسه ان شاء الله تكون البطوله سالت، ويمكن الفرق انها تقدر تواكب هذه البرمجه بطريقه يعني سلسه وما فيهاش كثره ديال التحمل على الفرق، لان ماشي في استطاعتها تواكب هاد المسلسل ديال البرمجه اللي دايره العصبه الاحترافيه. واخا سي اديب كنشكرك على كل هاد التشرحات والاغناءات اللي قدمتي لي. مرحبا، لا مرحبا، شكرا لك على الاشاره. شكرا لك على تلبيه الدعوه. شكرا، حنا راه الاشاره ديالك اختي. مرحبا بك سي عبد اللطيف. وصلنا الى نهايه الحلقه مشاهدينا الكرام، الى اللقاء في عدد جديد من انفاس سبور.